زياد طارق، الفاتحة على روح الكرة العراقية. وصلنا لهذه المرحلة كابتن؟ لا إن شاء الله. شوف أستاذ علي، الحياة تظل باستمرارية. اليوم مو نهاية العالم، نعم لربما نقول إحنا الأمل انفقد، خلينا نكون واقعين. إحنا كأس العالم حتى لا مثلا البطاقة الثالثة حصلناها، راح تكلمت أنت، راح يجون الفرق اليابانية والفرق الأسترالية، وهذا صعب جدا على وضعية المنتخب حاليا. شوف انت لو مستوى الاداء، مستوى الاداء المنتخب الوطني مقنع وحتى لو يخسر، لكن شوف مستوى اداء وشوف اكو ثبات. وهذا اللي صار مع سوريا، تعادلنا لكن نعم. الاداء بالشوط الثاني مقنع، نعم. ما صار نقد بهذه بالضبط. لو شوف مستوى الاداء جيد كان، وتكلمت انت على مباراه سوريا، كان ممكن الامور تمشي، لكن كوضعيه عامه وكتشتت وكعدم ثبات وكالوضعيه اللي قاعد نعيش بها صعبه جدا. لكن الفاتحة على روح الكرة العراقية أنا أعتبرها بها صعبة جدا. طيب الرسالة الأخرى،